انا النهارده مريح، اخد مكملات ولا ما اخدش؟ طب هو في مكملات معينه اخدها ومكملات لا؟ انزل لي بالانترو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ومعاكم مون. هو في مكملات هتفيدني جدا وقت التمرين بس؟ يعني انا النهارده عندي تمرين، بكره مريح طبيعي مش هتمرن كل يوم، هل انا بكره اوقفها؟ طب هل المكملات دي كلها عموما ان جنرال، ولا في مكملات معينه؟ في مكمل بس هيفيدني وقت التمرين ومكمل زي قلته؟ بالعكس، في مكمل ممكن يضرني لو انا خدت يوم الراحه. تيجي النهارده نقسمها تقسيمه بسيطه كده، ايه المكملات اللي لازم تاخدها يوم التمرين والمكملات اللي توقفها يوم الراحه. نبدا بحاجه زي المالتي فيتامينز والاوميجا 3. الاثنين دول بناخدهم لو انت اصلا واحد متمرنش، لو انت شخص كبير في السن، سيده حامل، واحد عموما خالص عايز يهتم بصحته، مش همه تمرين، مش همه لعب حديد، مش همه كمال اجسام، مش همه اي حاجه، انا ما بتمرنش رياضه بس عايز اهتم بصحتي، ساعتها هيجي دور المالتي فيتامينز والاوميجا 3، ان هو صعب جدا وشبه مستحيل انك تجيبهم من الاكل. كميه الفيتامينات دي عشان تجيبها من الخضار مثلا او من الاكل عموما محتاج كميات مهوله، استحاله يوميا تاكلها بالكميه الكبيره دي بشكل يومي، فده صعب جدا. ساعتها بنلجا للمالتي فيتامينز والاوميجا 3. نفس الكلام، هتلاقيها موجوده في انواع مكسرات والسي فود عموما، اي حاجه طالعه من البحر هتلاقي فيها اوميجا 3، سمك بقى، تونه، جمبري، كابوريا، بص اللي طالع من البحر هتلاقي فيه اوميجا 3. فعموما الاوميجا 3 برده ممتازه سواء بتتمرن او ما بتتمرنش، يوم الراحه او يوم التمرين خد المالتي فيتامينز بتاعتك والاوميجا 3 بتاعتك. رقم 2، الكرياتين. الكرياتين برضو خده يوم الراحة ويوم التمرين. طبعا انت لسه لو ما اتفرجتش على فيديو الكرياتين يبقى خش اتفرج عليه، بس مش دلوقتي يا معلم، طبعا ظهر لك في الايفون وهسيبه لك في الكومنتس تحت لو انت بتتفرج على الفيديو ده على الفيسبوك. بس بشكل عام كده وبشكل سريع، الكرياتين عشان تستفيد منه لازم جسمك يحصل له ساتوريشن، جسمك لازم يتشبع منه عشان تبدا الاستفاده تشوفها قدام عينك، فانت بتاخد الفايده دي على المدى البعيد، قدام انا هاخد الفايده دي، فانك توقفه يوم الراحه مش شيء سليم، خد الكرياتين عادي يوم الراحه ويوم التمرين. رقم 3، البيتا الانين. طبعا لو عايزين فيديو عن البيتا الانين بشكل كامل متكامل سيبهولي في الكومنتس تحت، بس يعني بشكل عام البيتا الانين برضو بيبقى شبيه للكرياتين اللي انت لازم تاخده بشكل مستمر عشان يبدا مفعوله يبان تبدا تشوف نتائج، فبرضه يوم الراحه خده، خد البيتا الانين وخد الكرياتين، ولسه قايلين ايه يا معلم؟ مالتي فيتامينز والاوميجا 3. في مكملات بقى يعني عايمه بين الاثنين كده، حاجه زي البروتين والكارب. كنت فاكرني اجي لك من هنا صح؟ عليك واحد، عليك واحد. البروتين والكارب مكملات مش غلط ومش هتضرك لو انت خدتها في يوم الراحه، لكن زيها زي يوم التمرين لازم تاخدها بوعي كافي. يعني انت ما بتاخدش بروتين وخلاص، ما بتاخدش كرب والسلام، لا انت بتاخد بروتين وكرب حسب احتياجك. والله انا النهارده محتاج مثلا 150 جرام بروتين، هاخد 120 من الاكل و30 من المكمل. طب لا انا خدت 110 بس من الاكل، هاخد 40 من المكمل، خدت 100 بس من الاكل، هاخد 50 من المكمل. طب فرضا خدت ال 150 كلهم من الاكل يا معلم، النهارده كانوا عاملين اكله محترمه، فراخ بقى ولا لحمه ولا سمك ولا ايا كان، اتكيفت في الاكل وخدت ال 150 جرام بتوعي من الاكل، هل ساعتها اخد المكمل؟ ساعتها هيضرك، بس هيضرك امتى؟ في يوم الراحه ويوم التمرين، هيضرك هنا وهيضرك هنا. البروتين الزياده او الكارب الزياده هيتحول كمصدر طاقه، يا اما هيتحرق في مجهود انت عملته، يا اما هيتحول في جسمك كدهون، فبالتالي خده لكن لو محتاجه، خد البروتين لو محتاجه، خد الكارب لو محتاجه يوم الراحه او يوم التمرين. البري وورك اوتس او مكملات الطاقه، دي من المكملات اللي ملهاش اي 60 لازمه لو خدتها في يوم الراحه، اللي هي معتمده بشكل اساسي انها تديك طاقه في وقتها، على عكس الكرياتين والبيتا الانين اللي احنا لسه جايبين سيرتهم، دول بيدوك طاقه على المدى البعيد، لكن البري ورك اوتس من الكافيين اللي فيها سواء كانت هي او مكمل كافيين صريح، في مكملات كافيين صريحه وفي مكملات بري ورك اوت بيبقى داخل فيها كافيين، الاثنين دول ما تاخدهمش وقت الراحه او ما تاخدهمش يوم الراحه لان هم مالهمش لازمه، ليه تاخد حاجه زي دي؟ حاجه بتديك طاقه في ساعتها بتبقى قبل التمرين على طول وانت اصلا في يوم ما فيهوش تمرين. طبعا دي مش كل المكملات،
دي يعني جزء من المكملات، لكن عشان تعرف المكملات اكتر فتابع البلاي ليست بتاعت المكملات يا معلم. في بلاي ليست للمكملات كلها، سلسله كلها نازله على اليوتيوب، وهتلاقي الفيديو ده اتحط جوه البلاي ليست دي، فعشان تتابع اكتر. ولو عايزين تعرفوا مكمل معين بشكل معين زي البيتا الانين او غيره ما عملتش عنه فيديو، اكتب لي في كومنتس تحت، وان شاء الله قريب قوي هعمل عنه فيديو. بس كده، فيديو لذيذ، يا رب تكون استفدتوا. عندك اي استفسار انزل سيبهولي في كومنتس تحت، وان شاء الله برد على اي استفسار. متنساش بقى لايك شير سبسكرايب، لو انت على الفيسبوك خش على اليوتيوب اعمل سبسكرايب وشغل الجرس عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. والاستفسار عن التدريب اونلاين كلمني على اي موقع، موقع السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام، وهتلاقي اللينكات في الديسكريبشن بوكس تحت، او خش املى الفورم على طول وبرده هتلاقي اللينك في الديسكريبشن بوكس تحت. اشوفكم فيديو جديد، وحشوني، سلام.